بسم الله الرحمن الرحيم. نعم وجدوا بكميات وافرة وجميع صيدليات الصعيد الوطني، كان ارتباك في الأسبوع الماضي نظرا للكمية التي كانت تنتج يوميا وكان طلب أكثر من الإنتاج. أما هذا الأسبوع فالحمد لله متوفرين وجميع المناطق. واليوم كانت تلقيت واحد زيارة من طرف ناس ديال العمالة، يعني كيديروا واحد الجولة حول الصيدليات وكيشوف واش كاينين الكمامات، واش متوفرين بكميات يعني تلبي طلب المواطنين. اما من الناحيه فمابقاش مشكل ديال الكمامات ديال الدعم، الثمن ديالهم هو 8 دراهم العلبه ديال 10، في 10 كمامات. لا هادو كمامات طبيه، هادو حتى هما تم التقنين ديالهم، خرج واحد المرسوم جديد ان الكمامات الطبيه يعني الحد يعني الثمن الاقصى ديالهم هو 5 دراهم، والكمامات FFP2 تم تقنينهم حتى هما في الثمن ديال البيع ديالهم، وصبح الثمن الاقصى ديالهم هو 30 درهم، يعني باش ما يبقاش واحد التلاعبات واحد الزيادات غير مبرره. ما بقاش لا ما بقاش، لان تم التقنين ديالهم، لان هذوك الاثمنه كانوا غير معقوله، هما نتيجه فقط للتلاعبات وبعض المضاربات اللي كيقوموا بها الناس اللي كانت عندهم الكمامات، لان هما اللي كانوا كيحدوا الاثمنه، لان هما الوحيدين اللي كانوا في السوق. فالدولة اتخذت واحد الإجراء وقننت هاد الأثمنة. هادوك كمامات ديال الدعم عندهم واحد الدور كيوقيو أونتي بروجيكسيون، يعني ضد داك الرداد، لأن آخر الأبحاث كتبين أن داك الرداد هو اللي كيحمي دوك الفيروسات. فالإنسان لما كيديرهم فهو كيحمي الآخرين من الرداد ديالو، لما كيتكلم بصوت عالي ولا كيصرخ ولا كيعطس ولا كيكحب، داك الرداد ديالو كيبقى في الكمامة عنده. وحتى الاخر الشخص الاخر اذا كان دير مثلا كمامه والشخص اخر امامه كطير منه دوك يعني دوك القطرات ديال الدفاع يعني الرداد، فما كيوصلوش. وثاني الدور ديالهم هو ان الانسان ما كيحطش يده في الانف ديالو ولا الفم ديالو، مثلا كيقيش شي حاجه تقدر تكون فيها الفيروس، فهو ملي حط الكمامه فهو ما يقدرش يحط يده في هذا خلال الكلام ديالو. بالنسبه للكمامات الطبيه والFFP2 هادو كيحميو ضد الفيروسات، بحال فيهم واحد الفلتر، هذاك الفيتر هو اللي ما كاينش في هذوك الكمامات ديال الدعم العاديين، كيتسموا كمامات وقائيه، عندهم دور كبير في يعني في الحد من انتشار الوباء. الوقت هذوك يعني 4 سوايع انسان، لان الان الثمن ديالهم في المتناول، فالانسان لما كيخرج كيقضي شي غرض كيديرها، يعني ماشي مفروض عليه يدير الكمامه 24 ساعه. يعني بالنسبه للانسان اللي ما كيشتغلش ولا بغى يقضي واحد الغرض كيدير وحده كيستعملها ديك المده ديال داك الغرض اللي يقضي ماكسيموم في 4 سوايع وكيتخلص منها، كيتعقموا ما كيتصبوا. هذوك ديال الدعم لا استعمال واحد وواحد فقط الوان. اما الجوده ديال داك المنتوج هي لا ميم، يعني هي نفس الماده اللي كتصب من هذوك فكمامات وقائيه. كمامات ديال الدعم اللون ما عنده حتى شي معنى. الكمامات الطبيه كاين مثلا اذا الانسان هو اللي مريض فباش يوقي الناس اللي دايرين به فكيستعمل اللون الازرق هو البرا، ومثلا اللون الابيض العكس، مثلا الاطباء لما كيكونوا بلوك اوبيراتور باش يحميو وما ينكسوش ما يتلقاوش هذا كيديروا اللون الابيض من الداخل. هذا الفلتر بحال هكا تقلب به، ما فيه اصلا فلتر، هو ثوب واقي، كمامات وقائيه بكل ما تعني الكلمه من هنا. لا اظن لان هذا فقط هما كيغامروا، لان عنده واحد الكمامه الشكل ديال الكمامه ولكن ماشي كمامه واقيه. الكمامات الواقيين خصهم يعني مده الاستعمال ديالهم 4 سوايع كيتلاحوا، لان حتى اللي نفرض مثلا يعني طاحوا فوق واحد بعض لي بارتيكول الرداد ولا يعني اللي كيحتوي على الفيروسات فهو كيبقى على الظهر ديالهم، فمن الاحسن واحد يتخلص منهم. فهداك الثوب اللي هو كيصوبو ما عارفش الجوده ديالو واش قابل مثلا للتعقيم ولا لا. الان كاين بعض الشركات كيبداو يصنعوا واحد النوع من الكمامات القابله للتعقيم، وتا هذوك خصهم يكون عندهم دي نورم ايمانور، يعني خصهم يكونوا عندهم واحد الترخيص خاص باش يتم التسويق ديالهم. الاتفاق اللي كان بين وزارة التجارة والصيادلة انه يتم توزيعها في الصيدليات، فنحن ليس لنا اي علم على الاسواق، والاسواق لا فقط الصيدليات فقط كيتباعوا بواطا ديال 10،
بواطه ديال 10 وديك البواطه كتكون مغلقه باش ما يكونش الايادي توصل ليها، لان الا بدينا نبيعها لوحده غادي تهزها بيدك وتعطيها لشخص اخر، ربما غادي يكون شي فيروس ولا ديالك ولا مسي شي حاجه اخرى. فالعلبه ديال 10 هي علبه يعني مغلقه لهذا الغرض، باش يتم فتحها فقط من طرف هذاك السيد اللي غيستعملها.